مساء الخير اعزائي المشاهدين، معاكم النهارده في حلقه جديده من برنامجنا بشجاعه. وقبل ما نبتدي حلقتنا بنهيئ السيد الرئيس بعيد العمال وكل العاملين بالدوله كل سنه وهم طيبين، وبنرحب بضيف حلقتنا النهارده العميد اشرف عرفان، عميد شرطه سابق ويوتيوبر وصاحب قناه على اليوتيوب. معنا النهارده هيشرح لنا ازاي نعمل قناه على اليوتيوب ونستفيد منها وازاي نحافظ عليها وازاي يكون الربح على الميديا عامه. يعني اهلا وسهلا بحضرتك، نرحب بيك النهارده معانا وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا النهارده. اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك، وبصراحه بشكركم وبشكر حضرتك وبشكر طبعا القائمين على الحلقه وعلى قناه حدث احنا اليوم. بنشكر بصراحه شكرا حضرتك، تسلمي احنا لك. بنشكر حضرتك. كنا في الاول عايزين نعرف يعني ايه قناه على اليوتيوب. بصي، هو عامه اليوتيوب عامه جزء من سوشيال ميديا كبيره. النهارده لو انا عايز بفكر ان انا اعمل مشروع زيرو راس مال، او ان انا بفكر ان انا معيش فلوس خالص وعايز اقوم باي مشروع يقدر يدخل لي دخل وانا قاعد في البيت او مش لاقي ان انا اشتغل، اليوتيوب يعتبر احسن حاجه في السوشيال ميديا عامه ككل تقدري تعملي بيه المشروع دوت. ليه تمام. نقدر نعمل بيه اليوتيوب او اليوتيوب بالذات؟ ليه هو المنصه اللي تقدري تقوم بالحته دي؟ بسبب ميزتين مهمين جدا. الميزه الاولانيه ان هو زيرو راس مال، ما بتدفعيش فيه ولا مليم، تمام. حته حديده مع حضرتك موبايل بتثبتيه على رينج لايت ولا اي حاجه وتقدري تقومي بالحلقه اللي انت عايزاها او الحاجه اللي انت عايزاها، تعملي لها مونتاج تطلعيها وفي نفس الوقت تبتدي بعد كده ان انت تذيعي وتبقى القناه تكبر وهكذا. الحاجه الثانيه ان هي مش محتاجه خبره، يعني انت حضرتك ما بتحتاجيش خبره قوي زي حضراتكم طبعا في القنوات اللي هي اللي على الدش او القنوات المفتوحه او اللي بتبقى التلفزيون مباشر او عامه، التلفزيون عامه، مش محتاجه خبره خالص. غير طبعا انت مع الوقت الواحد بيبتدي واحده ورا الثانيه يبتدي خبره. انا لما بدات القناه بتاعتي وانا ما اعرفش اي حاجه خالص. لو حضرتك بداتها بقى لك قد ايه؟ بقى لي حوالي دلوقتي 3 سنين من 2020. تمام. فلما بداتها وانا مش عارف اي حاجه تماما. ايه هو اليوتيوب ده اصلا؟ ايه دنيه اليوتيوب ده؟ مش عارف عنه اي حاجه خالص. سنه سنه واحده واحده ابتديت افهم ايه هو اليوتيوب، ابتديت اعمل حلقات، ابتديت افهم يعني ايه مونتاج، ابتديت افهم يعني ايه الاضاءه، زاويه الاضاءه تفرق ليه في التصوير، هل مده طويله او قليله، هل الكاميرا تبقى فوق ولا تحت يمين ولا شمال، حاجات كتيره قوي وديتيلز تفصيلات داخليه في اليوتيوب. المحتوى نفسه ايه المحتوى اللي انا عايز اقدمه؟ احنا بناء على طلب المشاهدين طبعا اتصلنا بحضرتك انك تكون معانا في حلقه من البرنامج ده. شكرا. فاحنا دلوقتي عايزين نعرف ازاي احافظ على القناه دي. طيب اول حاجه خالص، طبعا ان شاء الله باذن الله، طبعا انا هنزل بعد كده حلقات مباشره ان شاء الله على القناه بتاعتي ازاي انشئ قناه على اليوتيوب، بس خطوه بخطوه، لان انشاء قناه على اليوتيوب واستمراريتها ونجاحها ده بياخد وقت شويه. تمام. بياخد كمان تفاصيل كتيره قوي بخش فيها، من اول انشاء اللوجو لانشاء البانر نفسه بتاع القناه، لايه هو المحتوى اللي هقدمه، هكتب ايه في المقدمه وهكتب ايه في الاباوت او التفصيلات بتاعتي انا، هستخدمها ازاي. وكمان عايز اقول لك حاجه، اليوتيوب فيه ميزه وفي ميزه رائعه جدا، لما حضرتك اليوتيوب القناه بتتفعل قدام هو بيديكي ستورز او بلاتفورم تانية تقدري تبيعي عليها منتجات وتقدري تنشري المنتجات دي جوه قناتك، فبالتالي اصبح ليكي مكسبين. طيب هو بيبقى المكسب ده، مع احترامي لحضرتك يعني بدون قطع كلام حضرتك، المكسب ده بيبقى بيني وبينهم ولا بيبقى ليا انا كله؟ لا بيبقى ليك. بص حضرتك، المكسب ده بيجي من ايه؟ ليه المكسب او ايه هو عباره المكسب ده؟ الفلوس اللي بتخش دي فلوس ايه؟ تمام. اليوتيوب كاداره يوتيوب عالميه بتعمل اعلانات على الحلقات اللي حضرتك بتقدميها. حضرتك عندك قناه بتنزلي مثلا كل يوم سبت حلقه، الحلقه دي بيتخللها فواصل فيها اعلانات. حضرتك ليكي نسبه من الارباح دي، تبقى حضرتك مشاركه لليوتيوب في الارباح دي، بتاخدي نسبه منها. طبعا اكيد بيبقى فيها خصومات وفيها حاجات تانية، أكيد بس بتاخدي أكيد نسبه طبعًا. منها وبتتحول لك دايركت على البنك. اول ما بيوصل ل 100 دولار او حسب ما انت بتحطي على الرينج بتاع لغايه كام يتحول لك فلوس، بيتحول على طول على الحساب الرسمي بتاعك بتاع البنك على طول مباشره. تمام. يعني هي بتبقى مضمونه المكسب في الموضوع ده، ان هو مثلا ما بيحصلش فيه. طبعا، بس في شروط طبعا لتفعيل القناه. ايه هي بقى الشروط دي؟ حلوه قوي الشروط، ان هو حضرتك دلوقتي هو خفضوا الشروط دي بصراحه وسهلوها قوي، ان انت يبقى عندك 500 مشترك للقناه وتبقى عامله 3000 ساعه مشاهده. تمام. وده لو المحتوى بتاعك اول ما بتنزليه او اول ما تنشئ القناه، حضرتك بقى انشات قناه كويسه وقويه وحلوه من كل حاجه والديتيلز كلها والتفصيلات بتاعت انشاء القناه قويه عندك، اوتوماتيك على طول راح مفعل لك القناه. وانس ان هي اتفعلت القناه على طول بيبتدي المكسب يتحول لك على طول اوتوماتيك كل ما توصلي 100 دولار فيما اعلى.
طب انا ازاي اقوي القناة عندي واخليها ان هي قناة قوية دي ويحصل بقى فيها ربح دي قصة والكلام كبيرة ده؟ بقى، ما احنا عايزين حضرتك متقسمة برضو تكلمنا فيها، دي عايزة حلقة طويلة قوي، دي متقسمة لكذا معاك حاجة. الحلقة طويلة مع طيب هو حضرتك. أول حاجة القناة كقناة يوتيوب لازم يبقى عندك تولز تقدري أو أدوات تقدري تستخدميها عشان تقدري تعملي قناة، تمام، اللي هو إيه هي برامج المونتاج وإيه هي برامج الصور وإيه هي لازم اكون فاهم مش هقول لك لازم تكون فاهمة، ده او عندي متخصص. أو دراية حتى أنا ما كنتش بالموضوع فاهم يعني. الحاجات دي. طب أنا فهمت إزاي النهاردة مثلا عايز أعمل مونتاج لحلقة، بعمل إيه؟ بعمل سيرش كيفية عمل مونتاج، اشوف انه ناس عالميين بيقدروا يعملوا مونتاج ازاي الحلقات تمام، بالتليفون على فكره. يعني انا كل شغلي اللي بعمله كله على التليفون، على لسه ما التليفون. اتنقلتش لسه لكاتيجري اعلى ان انا اعمل على لابتوب او اعمل على كمبيوتر كبير. تمام، فتخيل حضرتك انا بعمل الحلقه بصورها وبعمل لها مونتاج وبعمل لها الصور بتاعتها تمام، والدعايه بتاعتها والماركت بتاعتها كلها على التليفون. فاول حاجه خالص وانت بتنشئي القناه دي اهم حاجه الصوره والبانر، هو ده اللي هيشدني. دي نمره واحد. نمرة اتنين، في حاجة اسمها للقناة حاجة اسمها ثيمبل أو صورة بتتحط للحلقة بتاعت النهاردة. زي ما حضرتك تمام، مثلا النهاردة بنيجي ننزل الحلقة فحضرتك بتحط لي الصورة مثلا بتاعت القناة نفسها اكيد وتحتيها كلمة اللوجو، حلقة بشجاعة، اللوجو اللوجو والحاجات دي. ايوه لا تمام، كل بقى حلقة أنا بحط لها النهاردة مثلا القناة بتاعتي مثلا بتتكلم عن التكنولوجيا عامة وخاصة الموبايلات، تمام، فبحط مثلا صورة الموبايل على الحلقة نفسها بحيث إن هي تجذب. طريقة بقى رسمي وديزاين الصورة نفسها هي دي اللي تجذبك تخليك تخش تشوف الحلقة دي.